بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي عشاق النادي الأهلي وقناة الأهلي في كل العالم. كل العالم مش غلط قصدها. يوم يمارس الأهلي فيه سحرة. إبراهيم، أهلا بيك يا باشمهندس، وأهلا بيكم أعزائي المشاهدين. صباح التفاؤل، صباح الفرحة على كل الأهلوية إن شاء الله. المهندس عدلي بدأها بالسحر، والسحر كلام كبير جدا في القمة 120. تقصد إيه؟ لا، أقصد أن أتمنى أن يمارس الأهلي سحره الخاص في الأداء، في الروح، في المهارة الفردية المنصهرة في القالب الجماعي، في تحقيق النتيجة التي تسعد جميع الأهلوية. نتمناها مباراة بطعم النادي الأهلي. مباراة بطعم النادي الأهلي، القمة 120، فيها كلام كتير إن شاء الله تستمتعوا معنا فيه النهاردة. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل، تعالوا نشوف في هذا التقرير ماذا عن القمة 120. في القمة 120 إن شاء الله فرحانين يا رب. يعني دعني لا أفكر في النتيجة الآن. الآن بس. بس مش الآن. لحد ما يخلص الماتش بإذن الله. الكرة فيها العجب. الكرة ملهاش معايير. الكرة مرهونة بوقت المباراة والتوفيق الذي يجب أن يصادف اللاعبين وقبلهم طاقم التحكيم والمناخ العام. لكن أنا عايز أؤكد، يا رب تخلص الماتش النهاردة بهدوء وبلا عنف، لأني أنا شايف كده إن الماتشات الأخرانية اللي بين الأهلي والزمالك العنف بيبقى جزء من المشهد الفني. العنف جزء من المشهد الفني. العنف جزء من المشهد الفني، لكن كمان مشهد القمة كان النهاردة حديث كل وسائل الإعلام المصرية والعربية. ديربي الأهلي والزمالك، مباراة بتحظى باهتمام كبير جداً خارج النطاق الإقليمي حتى، لكن الصحف المحلية تحدثت عنها اليوم في كل المنشطات. الأهرام المسائي قال الأهلي بمن حضر، فايلر يتحدى الغيابات ورينيه للاعبين التشكيل ليس إجباريا. الجمهورية قالت في اللقاء 120 بين الأهلي والزمالك القطبان في قمة الهمة قبل المهمة الأفريقية، ودي مهمة. المساء القمة 120، الزمالك والأهلي في الفوز طمعانين. المسا كمان ركز على الاستعدادات وقال مران الأهلي الأخير سري، الإصابة تبعد الشيخ، صالح جمعة مستمر خارج الخدمة. الدستور أم المعارك، كيف يفكر فايلر وكارتيرون للفوز بالقمة 120 اليوم. اليوم السابع الأهلي يتحدى الزمالك في قمة الكرة المصرية باستاد القاهرة الليلة، فايلر يراهن على سليمان ومعلول وبادجي، وكارتيرون يستعيد تشكيلة الانتصارات. المصري اليوم كارتيرون وفايلر وجها لوجه. الفرنسي يحلم بتكرار سيناريو وميشيل، والسيناريو والسويسري يسعى لمواصلة سلسلة اللا خسارة. في الوطن قالت القمة 120 الضربة القاضية، الزمالك كامل العدد فنيا والأهلي يتحدى الغيابات في مواجهة حاسمة للدوري. الأهرام قالت الليلة قمة إثبات الوجود في درب العاصمة، الزمالك يبحث عن البطولة الشرفية والأهلي عينه على اللقب. الوفد كان تركيزها على الليلة، نجوم القطبين يتحدون كورونا والغيابات. القمة 120 تبتسم لمين؟ الوفد قال كمان الأهلي يرفع شعار رد الاعتبار، الأحمر جاهز وفايلر يحذر من خطورة بن شرقي. رجع الأهرام المسائي يقول الأهلي والزمالك كلاسيكو فوق السحاب، الليلة الحمر والأحمر والأبيض وجها لوجه في القمة 120، صراع شرس بين نجوم المليار جنيه بحثا عن الثلاث نقاط. الأخبار المسائي ركزت على قمة كورونا، الأهلي يأمل استعادة السيطرة والزمالك يتمنى إثبات الذات. الشروق قالت الليلة القمة 120 بين الأهلي والزمالك، كارتيرون يسعى لتأكيد تفوقه على فايلر، والأحمر يحلم بدوري اللا هزيمة. أخبار اليوم قالت الليلة قمة الطموحات بين الزمالك والأهلي، كارتيرون يحشد القوة الضاربة لدك الحصون الحمراء، فايلر يجهز خطة الفوز والغيابات تضرب الأهلي. دي كانت أبرز المنشطات اللي اهتمت بيها الصحف المصرية النهاردة. واضح زي ما حضراتكم شايفين الكل يتحدث على
استعدادات الفرقتين وأهمية المباراة. لاحظت إيه؟ كل الكلام ده لفت نظري كلمة مهمة جدا جدا. فايلر الاختيار ليس التشكيل ليس إجباري. كلمة ليها معنى عميق جدا. ولما بيقول لفرقته التشكيل ليس إجباري، عايز يقول لهم أنا مش معتمد عليكم لأني عندي غيابات، أنا معتمد عليكم لأني أثق في قدراتكم لأنكم أنسب لهذه المباراة. هايل جدا هذا الفكر، هايل جدا هذا التصور والثقة في الفريق. وأنا بضم صوتي لصوته إن الاختيار في غيابات، لكن الموجودين دول لما بنقول بمن حضر يمكن السكواد اللي موجود في النادي الأهلي دلوقتي بيترجم هذه الكلمة ترجمة حرفية. فعلا أي 11 في النادي الأهلي ومعاهم الخمسة التانيين يستطيعوا أن يمثلوا الأهلي أحسن تمثيل. يبقى إيه؟ الإرادة، إرادة الفوز داخل الملعب، والإرادة الجماعية قبل الفردية. الكلمة بقى يعني التانية اللي عايز أعلق عليها، مش فاهم يعني كارتيروني يسعى إلى تأكيد التفوق على فايلر اللي هو إيه؟ بس يعني إن أنا أدافع واستدرجك لضربات الجزاء مش هتنفع المرة دي، ده دوري مش هتنفع المرة دي. لكن في إطار هذه التغطية الحية جدا اللي قناة الأهلي حطاكوا في الصورة في كل المواقع، تي فيو في كل الأماكن، بمعنى وانت قدام شاشة الأهلي هتبقى موجود في معسكر الأهلي، وهتبقى موجود في أهلي الجزيرة، وهتبقى موجود في أهلي مدينة نصر، وكمان هتبقى موجود في معسكر الزمالك. إيه رأيكم نروح إلى محيط معسكر نادي الزمالك والزميل فاروق صلاح يقول لنا إيه آخر الأخبار عنده؟ فاروق صباح الخير. صباح النور يا أستاذ إبراهيم، صباح النور يا أستاذ عدلي، كل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وبمشيئة الله وبإذن الله القمة 120 تكون قمة حمراء ويتكلل بالانتصار والفوز للنادي الأهلي بمشيئة الله. أجواء معسكر الزمالك عندك إيه زي ما قد يظهر ليك؟ يعني أنا عايز أخد من كلام الباشمهندس عدلي زي ما سمعنا وقال، تبقى القمة إرادة في الملعب والإرادة الجماعية هي اللي هتحدد سير اللقاء. لو هنتكلم على معسكر نادي الزمالك، بيفرض نادي الزمالك حالة من السرية على معسكر الفريق، الهدوء التركيز، أيضا كارتيرون بيحاول أنه يفكر في هذا اللقاء وأنه هو يطلع يعني لو بالتعادل من امام النادي الاهلي يتجنب الهزيمه. فرض نوع من السريه على قائمه الفريق اللي كان ادى المران الاخير بالامس، لكن احنا قدرنا نتوصل لقائمه الفريق يعني استعرضها معاك يا استاذ ابراهيم. محمد ابو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسه المرمى، محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، وحازم امام اللي بينضم وبيدخل قائمه الفريق استعدادا لهذا اللقاء. خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، يوسف اوباما ايضا اللي بيعود ومن الممكن ان وبنسبه اكيد هيكون في التشكيل الاساسي لنادي الزمالك. اللي هقدر برضو ان انا اقول لحضرتك عليه تشكيل نادي الزمالك في هذا اللقاء: اسلام جابر ومحمد اونجم واشرف بن شرقي وحسام اشرف، وفي الهجوم مصطفى محمد، كاسونجو كابونجو، عمر السعيد واسامه فيصل. نادي الزمالك بيعاني من بعض الغيابات في هذا اللقاء، سواء شيكابالا، امام عاشور، وعبد الله جمعه للايقاف، مصطفى فتحي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن اللي اصيب باصابه عضليه بتبعده عن هذا اللقاء. زي ما قلت لك يا استاذ ابراهيم ان حاله من التركيز، حاله من السريه بيفرضها نادي الزمالك، لكن قدرنا ان احنا نتواصل للقائمه. ايضا ممكن يعني لو في الامكانيه ان احنا نتكلم على التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في هذا اللقاء. التشكيل متوقع ولا معلومه؟ لا، معلومة مؤكدة. معلومة مؤكدة وانت لابس فانيلا حمراء عندك، اتفضل. هيبقى تشكيل نادي الزمالك يعني بنسبة 99%: محمود جنش في حراسة المرمى، على يمينه محمد عبد الغني، على شماله محمد عبد الشافي، اثنين مساكين محمود علاء ومحمود الونش، اثنين في قلب دايرة المنتصف فرجاني ساسي وطارق حامد، قدامهم ده بنسبة 99 يا استاذ ابراهيم هيكون تشكيل النادي الزمالك. لو بنتكلم ايضا على الارقام والاحصائيات من باب التفاؤل وان احنا ندي
نوع من التفاؤل لجماهير النادي الاهلي. عندي ثلاث ارقام مهمين جدا عايزين احنا نتكلم عليهم ونستعرضهم من خلال قناه النادي الاهلي. النهارده القمه 120، عايز اتكلم على القمه رقم 20 اللي اقيمت يوم 20 فبراير عام 1959 وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، احرز هدفي النادي الاهلي كابتن الدوزوي والكابتن محمود الجهري. القمه رقم 60 كانت يوم 22 ابريل عام 1987 وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف، احرز هدفي النادي الاهلي الكابتن ايمن شوي واحرز هدف نادي الزمالك كابتن جمال عبد الحميد. القمه رقم 100 كانت يوم 17 سبتمبر عام 2007 وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف احرزه محمد ابو تريكه. ان شاء الله يا استاذ ابراهيم القمه 120 هتكون اهلاويه ويكلل لاعبي النادي الاهلي بالانتصار والثلاث نقاط بمشيئه الله. باذن الله يا فاروق، وصباح الخير وصباح الفرحه ان شاء الله. شكرا للزميل فاروق صلاح من محيط فندق نادي الزمالك. وطبعا تجربه جديده لكن مؤكد. تجربه مهنيه حلوه. لا كويس الفكره كويس، بس ان التعويل على المعلومات صعبه، ان يعني الزمالك مؤكد زي الاهلي بيحط نفسه بالسريه طبعا انما هو موجود في المحيط. كان اتمنى اعرف الاجواء، حركه الناس، في جمهور من الزمالك حوالين بتاع الفندق مبكرا ولا لا. لكن هو مجتهد فاروق الحقيقه، وذكر اسم سريعا كده السيد الدزوي. الدزوي ده واحد يا جماعه ان لم يكن الاهم فهو من الاهم في تاريخ الهجوم في الكره المصريه، وهنبقى نحكي لكم مره حكايته لان حكايته شائقه جدا، شيقه مش شائكه، شيقه جدا. وهو كان نمط غريب، مولود عجوز، يعني ما تشوف شكله تخيل لك انه عجوز، لكن كان ساحر الكره المصريه. عليه رحمه الله كابتن سيد الدزوي. زي ما قلت لكم المباراه حافله بكل الاثاره، لكن من كواليس القمه ظهر من يومين ثلاثه الكلام على السحر والشعوذه وخاتم سليمان. رئيس نادي الزمالك في اجتماعه مع لاعبته قال لهم بالحرف الواحد، لما تشوف وليد سليمان ينزل وقفوا اللعب. ليه؟ قال لك اصله في صباعه الخاتم اللي عامل فيه السحر. سحر خاتم سليمان هو اللي بيقلب الدنيا وهو اللي بيجيب للاهلي الاجوان. فخرجت كل الصحف النهارده والمواقع تتكلم على خاتم سليمان في القمه، واللي ممكن يعمل ازمه ازاي، وايه قصه السحر والشعوذه في الكره المصريه. المساله مهمه جدا، عشان كده المصري اليوم طلع في الصفحه الاولى، في الصفحه الاولى خاتم سليمان يثير الجدل بين القطبين قبل القمه 120. موقع صدى البلد كمان قال لك خاتم سليمان مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الاهلي في هذه الحاله لو ظهر خاتم سليمان. اليوم السابع قال لك الزمالك يدخل مغاره القمه ومنصور يحذر من خاتم سليمان. بوابة أخبار اليوم هي كمان قالت مرتضى منصور يوجه رسالة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي، والكلام على خاتم سليمان. يلا كرة قال مرتضى للاعبي الزمالك الأهلي مش بعبع، أوقفوا اللقاء لو رأيتم خاتم سليمان. إيه حكاية خاتم سليمان؟ وإيه حكاية السحر في القمة؟ المسألة مش جديدة، وفي مباراة للقمة سابقة شفنا والناس كلها منتظرة المباراة عامل غرفة خلع ملابس في نادي الزمالك يدخل لغرف ملابس النادي الأهلي والممر ويرش المية. ما كانش ساعتها خاتم سليمان ولا الأهلي كان عمل حاجة، بس نفكركم ونفكركم الكابتن مدحت شلبي وقتها قال إيه، والكابتن فاروق جعفر، وكمان الكابتن خالد الغندور، وما كانش خاتم سليمان. واضح إنه حتى الشباب الصغير اللي موجود من نادي الجيش يعني استقبلوا برضه الأهلي بشكل جميل جداً. كان الكابتن احمد فتحي ماسك مصحف اتزحلق وقع منه المصحف، قام طبعا التقطه بسرعه جدا. هل في ارتباط بين الميه والمصحف؟ قلت لك عشان الزحلق اللي قلت لك عشان الزحلق اللي يعني اهو خلي بالك ادي الميه اهي الاول اهي ادي الميه اديها زي ما يكون بيرش ورد. ده اسمه عبد الله يا جماعه، ده من خمسه من عمال غرف الملابس في نادي الزمالك اللي سافروا، ابراهيم وميلا واجوج ومحمد وعبد الله. وده عبد الله، يا عبد الله يا اخويا سماح، يعني الحقيقه بنشوف حاجات جديده في الكوره يا كابتن فاروق. يعني مش ها؟ طب الصلاه يعني تعرفوا عبد الله ده يا كابتن فاروق؟ اعرفه طبعا. عارفه ها؟ طبعا.
بالظبط كده. يعني طبعا كابتن عايز اقول لك سؤال. اتفضل. في مدربين كبار جدا 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 سيبك بقى من السحر بيجيبوا عالم فلك وما اعرفش بتاع حسابات بيقول لك النهارده اللعيب ده لازم يلبس رقم 5 لانه لو ما لبس رقم مش عارفش 22 او ما لبس رقم 3 ده اليوم بتاعه مع الكره الشمسيه فمش هيجيب جون في الدقيقه 14 مع الاسقاطه الهلاميه بالظبط كده فتلاقي فجاه واحنا قاعدين وحافظين ارقام اللعيبه تلاقي فجاه اللعيب ده بقى 5 اللعيب بقى ده 4 اللعيب مهاجم بقى 2 لعيب فيها يا جدعان اللي بيحصل كل ماتش ويقعد يقول لك ايه ويجي وانا يعني مش عايزين نتكلم يعني كان بيجي مدربين كبار بيقعد معاهم واحد يروح كاتب حسابات يقول لك 5 زائد 5 يساوي 2 2 3 ده اسمه ما اعرفش ايه اول حرف منه ايه ده يتركب على ده يلبس 4 بالظبط ايه ده يعني انا هسالك لانك انت عارف مين اللي كان بيعمل كده هسالك في قصتك بس فكره رش الميه وخاتم سليمان في الماتش اللي ترشت فيه الميه الاهلي كسب 2-0 فيبدو ان يعني العفريت رش الميه طراوة مش عداوة ما كانش في الازازه دي واخد بالك يعني كان في ازازه ثانيه الظاهر انها اتلخبطت نمره 2 خاتم سليمان اولا التحكيم بيمنع ان الناس تلبس خواتم ودبل عشان ما تعورش اللعيب صحيح نمره 2 طب لو بيسمح انا لو انا من النادي الاهلي ال11 لعيب يلبسوا خواتم متشابهه وطلع لي بقى الخاتم بتاعه ويضيع الخاتم بين اللعيبه يا جماعه طبعا في ناس معتقده هي دي الخطوره بقى لا وهو احيانا انت بتلجا للحيله دي انك تعمل نوع من التشتيت للانتباه يعني انك انت تبقى قبل الماتش بتتكلم في حاجه زي كده وده اللي اخشاه النهارده ان احنا نخش في القصه دي لعيبه النادي الاهلي ما لهمش دعوه بالقصه دي خالص ولا يفكروا فيها لان ده نوع من تشتيت الانتباه على المستوى حتى الراي العام انه ينشغل بهذا الامر ودي نوع من انواع يعني التعامل النفسي اللي فيه ذكاء شويه لكن قد ينقلب السحر على السحر ان فرقتك تصدق ما فرقتك لو صدقت ولعيب ضيع فرصه هيحس انه مش يومه ارجو ان احنا نشوف مباراه بسحر الموهبه وسحر الاداء سحر الموهبة وسحر الأداء هو ده الأصل لكن ما يحدث من كلام على الخرافات تصدير كل هذه الخرافات للملاعب ده اعتداء على العقل الجمعي من المؤكد ما ينفعش أبدا وإحنا في القرن 21 نفضل نتكلم في سحر وشعوذة ده مذكور وكلام بهذا كل ما تكلم حد يقول لك ده مذكور في القرآن ده مذكور في القرآن لكن القرآن فيه كلام تاني عن هذا الدجل وهذا السحر وإيه إمكانية تأثيره هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم عن خاتم سليمان ورش المية في الملاعب استاذ ابراهيم الكابتن خالد غندور كان ذكر ان في حد متخصص في الارقام بيقول لهم لبسوا اللعيب ده الفانيلا كذا واللعيبه كذا فيبدو ان هو حضر حاجه زي كده وانت كان عندك قصة عايز تحكيها هقول لك لانها واقعه طريفه جدا من كام سنه ظهر في الملاعب من حوالي نهايه التسعينات تقريبا بدايه الالفيه دكتور في كليه التجاره الراجل كان بيعتقد او بيدعي انه صاحب نظريه ترتبط بارقام اللعيبه مع تاريخ ميلادهم يعني يجي يقول لك ايه عدل القيعي ده مواليد كذا البرج بتاعه كذا يوم المباراه هيبقى تاريخها كذا ما ينفعش يلبس نمرته والا تبقى ضده او ممكن ما ينفعش يلعب خالص فالراجل كان قاعد معانا مره على قهوه الدكتور ده وقاعد بقى مجموعه بس من بس انا اعرف ان هو ده كان في مدرب كبير جدا مدربين بيتعاملوا معاه كان الكابتن عصام بهيج واحد الله يرحمه كان من المعتقدين فيه جدا والكابتن خالد غندور ربما بيشير لده فاحنا قاعدين وقعد كان الكابتن بدر رجب ومحمد رمضان ومجدي طلبه وعادل عبد الرحمن وجه اخونا الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الاهلي الكلام ده تقريبا يمكن 2000 2001 فبنقول له الدكتور فلان الفلاني قال له هو انت واداله دش من الهجوم الشرس بالالفاظ العنيفه
وطارق سليمان الراجل عمره ما طبعه مؤدب. في ايه يا طارق؟ في ايه يا طارق؟ قلل منه لله، اله ربنا ينتقم منه يا عم. في ايه؟ قال لك الراجل ده موت واحد. موت واحد ازاي؟ قال لك كان الكابتن عصام بهيك في القناه خرج لاعب من الفرقه ما ادالوش يلعب عشان النظريه دي، فمشاه والراجل اللعيب غضب جدا، خد عربيته ومشي، وهو راجع بلده في كفر الشيخ عمل حادثه مات. يعني هو الراجل قال له ان ده ما ينفعش يلعب، تاريخ الميلاد مع البرج بتاعه ما ينفعش يلعب، ده مش هينصفك. فطارق سليمان قال لك الراجل مات عمل حادثه وهو غضبان، وقال لك وده صاحبي للدرجه دي كانت القناعه بالكلام. فطارق عارف كان غضبان جدا بسبب النظريه دي. فالكلام ده يا جماعه ارجوكم، احنا بنصدر خرافات للملاعب بتاثر على تاثير الشباب وفكر الشباب وعلى النشأ كله. لكن لو هنتكلم على خاتم سليمان ورش الميه، كابتن احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك في تجربته مع نادي الزمالك كان له شهاده على هذا التعامل او هذا التعامل السفلي في ملاعب الكوره. هنشوف الفيديو تاني لما يتصلح يا باشمهندس، لكن انت رايك علميا في انتشار حاجه زي كده وتاثيرها؟ وانا كنت يعني بعد ما نسمع دي انا عايزك تجهز لنا الفقره الخاصه بالتفسير الشرعي لوجود السحر في القران، يعني لانه الحقيقه انا سمعت فضيله الشيخ عطيه مبروك وكان له راي في هذا الامر، راي مهم يعني. فانا مش يعني ما اقدرش ازايد على راي العلماء في هذا الامر، عايزين نسمعه مع بعضنا كلنا. انما هي خطوره يا استاذ ابراهيم انك انت وانت راجل فني او مسؤول في نادي تتكلم على عيبتك في ان معمول لهم سحر، ان هذا الامر بيعمل حاجتين على المستوى المعنوي، بيخلي اللعيبه يصدر لها فكره انه الله الامر مش بيادي، ده انا غصب عني بقى. ثاني حاجه بتلتمس له العذر ان هو لما يخسر ما يعملش اللي عليه، اصل انا معمول لي سحر. فرجع الصوت؟ لا هنجيبه دلوقتي. هو يعني انت بتتكلم طبعا في جزئيه خطيره في حته ان اللعيب بقى لما تيجي تقول له ده انت معمول لك عمل، ده الشبكه مقفوله بالمفتاح، ده فلان بتغيرني ليه بقى؟ طبعا انت هتلومه ليه؟ انت هتلومه ليه؟ ده بالإضافة إحنا خطورة المسألة فين؟ كرة القدم يا جماعة مؤثرة في تشكيل الوجدان كله. كرة القدم كل الناس اللي بتتابعها خاصة الشباب بيتعلق بيها وبكل اللي بيطلع منها، وياما بنشوف الجماهير بتقلد حركات اللعيبة، بتقلد طريقة حتى لبس اللعيبة، ده تأثير النجم. فلما نصدر من الملاعب مثل هذا الاعتقاد في القرن الجديد بالخرافات ديت، هتكلمنا عن العلم إزاي؟ وهتكلمنا عن العمل ليه؟ وهتكلمنا على انك انت تقدر تبذل كل ما اللي انت عايزه عشان تتفوق. حاجه ثانيه، ما انت تقدر تتفوق بالطرق السفليه دي الخطوره. سؤال بقى اسالك سؤال. لو الاهلي بيلجا الى السحر عشان يفوز، فهو الاهلي ليه خسر اكتر من لقب في السوبر تحديدا بطولات القائمه على مباراه واحده بضربات الترجيح؟ يعني ده بالعكس، انت لو تتخيل الامر، الماتش اللي ضيعنا فيه ثلاث ولا اربع ضربات جزاء، فين السحر ده؟ ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني انت اشرت لحاجه، اكتر حد شائع عنه مثل هذه الاعمال الاشقاء في افريقيا، في الملاعب الافريقيه. لو هي المساله بالشكل ده، الناس دي كانت خدت كاس عالم، كانت خدت كل البطولات، ما كانش منتخب مصر خد كل البطولات في كاس الامم الافريقيه، ما كانتش الانديه المصريه خدت القابها في افريقيا. لكن المهندس عدلي اشار الى حاجه مهمه جدا، وهي التفسير الديني للي بيحصل. ايه راي الدين في الكلام ده؟ الاعلامي العربي الكبير الاستاذ يعقوب السعدي كان مره في قناه ابو ظبي سال الشيخ مبروك عطيه عن ظاهره المشايخ والدجل والسحر في الملاعب، الموقف الديني منها ايه؟ نشوف. ما هو تعليقك على إيمان بعض الأندية المصرية بوجود سحر وأعمال تسببت في خسارة مباريات وبطولات؟ إيه رأيك؟
بداية وبكل هدوء، بس لو حضرتك سألتني هل يوجد سحر في الملاعب؟ هقول لك طبعا فيه. في سحر في الملاعب قائم على حاجتين. دايما قبل السحر بيبقى فيه عمل. فالعمل اللي بيتعمل هو التدريب. والسحر اللي بيتنفذ يوم المباراة هو المهارة واللياقة البدنية، وباختصار شديد جدا الفروسية بتاعة اللاعبين مع أخلاقهم مع كل حاجة. لكن السحر بمعناه اللي جه في التقرير وبخور وسواد وترب وعلو وسفلي، فكل ده لا أساس له. اسمح لي بقى حضرتك، انا عايز اقف قدام ثلاث افكار، عايز تقطع بينهم اقطع، عايز تخليني لما اخلصهم يبقى جزاك الله خير. اتفضل. خليني في اول نقطة، موضوع ذكر السحر في القرآن الكريم. الإجابة، ذكر الله تعالى السحر في كتابه في موضعين. في سورة البقرة الآية اللي على كل لسان، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. غلبت يا يعقوب يا حبيبي يا أخي الكريم، أقول لكل اللي بيقرأ هذا الجزء أبوس إيدك وإيد أمك وإيد أبوك، اقرأ أول الآية، أول الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني مش ملك محمد. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا شيئا في زمن سليمان، اجيبه انا هنا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش. الموضع الثاني في قصة موسى عليه السلام. وفي موسى عليه السلام اشتهر السحر اللي هو خيال، يعني لا بيجلب حبيب ولا بيجيب مفقود زي ما سيادتك اشرت، يعني خيل اليه من سحرهم انها تسعى. خيل، ومع هذا جعل الله عصا موسى حيه تسعى تلقف هذا التخيل الذي صنعوه. الفكره الثانيه، احنا بقى هنسلم بان السحر اللي بيعمل العمايل موجود. حتتين اتنين في القرآن يخلي اللي عنده عقل ودم ينام ويتغطى. الحتة الاولى اللي هي في زمن سليمان عليه السلام، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي موسى على اختلاف المواضع قال ربنا إيه؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى. نيفر ما يوصلش النتيجة، ولا يربط رجل، ولا يسد جون، ولا الحبشتكه راح واشتكه، ولا يفلح الساحر حيث اتى. يا اخي ربنا يقول لا يفلح الساحر حيث اتى، وانا اقول له لا يعمل، يبقى يهتف يشل يعمل. ده ايه؟ عقل ايه ده؟ قلب ايه ده؟ دين ايه ده؟ عايز اشكرك واشكر فريق الاعداد، لأن الحقيقة مفيش أصدق ولا أبسط من كده تلخيص عشان هذا الأمر
يتحسم حسم نهائي. مولانا الشيخ ربطها في سورة البقرة في الظرف والزمن. هرجع لك سليمان. هرجع لك وارجع للشيخ مبروك عطية واللي حاصل. لكن عشان بس ما يروحش مننا. لا مش هيروح، أنا هفكرك. لكن هنروح لمقر النادي الأهلي في الجزيرة، معنا الزميلة مريم سميح مراسلة قناة الأهلي من أمام مقر النادي في الجزيرة، ومعها العميد خالد مرسي مدير مقر الأهلي في الجزيرة. مريم صباح الخير. مساء الخير، بجدد التحية لكم مرة أخرى مشاهدينا، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بيسعدنا ويشرفنا طبعا أن يكون معانا الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نتعرف منه على آخر مستجدات التحضير للقاء القمة 120 داخل المقر الرئيسي، كيفية استقبال الأعضاء، ويمكن المباراة الأولى في الدوري القمة يعني بعد جائحة كورونا. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير عليكم، ومساء الخير على كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وعلى كل جماهير مصر، واهلا بقناه النادي. كنا عايزين نتعرف من حضرتك على يمكن هي مباراه استثنائيه ومهمه جدا، هي الاولى في الدوري ما بين الاهلي والزمالك داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي وهو النادي الاهلي بالجزيره، كيفيه الاستعداد واستقبال الاعضاء كمان. طيب مبدئيا احنا طبعا من بدايه جائحه كورونا واحنا عاملين كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه والضوابط اللي هي جايه لنا من البروتوكول وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه، واحنا الحقيقه بتعليمات واضحه من مجلس الاداره بقياده الكابتن محمد الخطيب والاداره التنفيذيه بقياده السيد العميد محمد مرجان، ان احنا الحقيقه مركزين جدا في الموضوع ده، ومن اول ما بدانا نستقبل الاعضاء من 1/7 احنا حاطين ضوابط طبقا للبروتوكول. ممنوع حد يخش النادي غير من غير كمامه وغطاء الوجه، وفي تباعد طبعا وقياس الحراره وهو داخل، اي عضو او موظف او عامل في النادي او لاعب لازم يتقاس حرارته وهو داخل، وتباعد اللي انتم شايفينه في النادي ان كل ترابيزه عليها حد اقصى 4 كراسي، وفي تباعد بين الترابيزه والثانيه لا يقل من متر ونص لمترين. فاحنا النهارده طبعا في انتظار اعضاء النادي ان يجوا ويساهموا معانا في هذه الاجراءات وتطبيقها، وكلنا ندعي ان الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه النهارده. بالنسبه لاحتياطات النهارده احنا بنفس الاحتياطات بس بتبقى بطريقه اقوى شويه، لان احنا متوقعين زياده الاعداد اللي هتيجي النهارده من الساده الاعضاء، وانا الحقيقه من الوقت ده وبقول لهم يا ريت يساعدونا ان احنا نعمل حساب التباعد ده، من يعني يساعدونا بس ان احنا نطبق عشان الامر يمشي على خير ان شاء الله. احنا مظبطين الشاشه الرئيسيه والكراسي قدامها زي ما حضراتكم شايفين جنبنا هنا بنفس التباعد اللي موجود والاجراءات الاحترازيه دي لازم مصممين عليها، وبس الاماكن متاحه للاعضاء ان شاء الله يجوا بالعدد اللي هم عايزينه، وفي اماكن تانية كتيره جدا، بس المهم ان يبقى الاماكن المفتوحه الاوبن اير بس. احنا ما فيش صالونات طبعا النهارده بتدخل فيها خالص، فالشاشات اللي هي تبقى في الجناين والاماكن المفتوحه بس، ونفس الاجراءات احنا ماشيين فيها، التباعد وقياس درجه الحراره هو داخل والماسك بتاع الوجه تمام. وفي تعليمات واضحه النهارده ان احنا نسهل كل الامور لاعضاء النادي وهم داخلين، ان هم يجوا يلاقي الاماكن متاحه، والمطاعم حقيقه على اتم استعداد لاستقبال الساده الاعضاء من دلوقتي لو عايزين يجوا. احنا زي ما انت شايف الناس ابتدت تيجي والاعضاء ابتدوا يترددوا على النادي، كل المنافذ فاتحه وعلى اتم استعداد لكل التسهيلات للاعضاء النهارده الحمد لله، بحيث ان احنا في الاخر كلنا نسعد ونتبسط في الاخر، والمهم الروح الرياضيه الماتش يخلص عليها، وطبعا في الاول وفي الاخر ان احنا ان شاء الله نفوز ان شاء الله. استاذ خالد كمان عايزه اسال حضرتك، يمكن مباراه القمه الاولى داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي طبعا بالجزيره، يمكن الاعضاء بيبقوا متشوقين عوده مره اخرى، حضرتك متواجد منذ الصباح الباكر طبعا لاستقبال الاعضاء، عايزين نعرف هل كان في تعاون طبعا من قبل الاعضاء في تطبيق هذه الاجراءات اللي تم تطبيقها من اداره النادي؟ الحقيقه هو ده طبعا اول ماتش قمه، لكن احنا بقى لنا كام ماتش بنلعب في الدوري، الساده الاعضاء من تاريخ 1/7 الحمد لله كل التعاون الحقيقه متفاهمين متعاونين معانا جدا لاقصى درجه، ان احنا نطبق لسلامه الاعضاء نفسهم وسلامه كل الموظفين وسلامه عامه الشعب المصري كله. فهو النهارده الاعضاء الحقيقه بيبقوا حريصين اكتر مننا على نفسهم وعلى زمايلهم وعلى قرايبهم، فالنهارده زادت لان الاعداد المتوقعه زي ما بقول لحضرتك من بدري كده، واحنا لسه ما جاتش 2 وجو حر جدا، لكن الاعضاء الحمد لله ابتدوا يتواجدوا لان هم متعودين يشوفوا الماتشات المهمه دي زي ماتش القمه يشوفوها في جوه النادي الاهلي الجزيره، لان ده النادي المقر الرئيسي والفرحه تعم لينا كلنا، واحنا الحقيقه موفرين اماكن كمان للركنه بره، يعني العمليه الحمد لله
احنا مستعدين جدا، وهم ابتدوا زي ما حضراتكم شايفين ابتدوا يترددوا دلوقتي من بدري على النادي، فهي زي ما بقول لحضرتك هي مش الماتش الاولاني ولكن ماتش القمه، فمتوقع الاعداد اكتر، لكن الحمد لله التجارب في الماتشين ثلاثه اللي فاتوا لا الحمد لله قمه التعاون من الاعضاء، وانا بشكرهم جدا جدا، بس بدعوهم النهارده يزودوا شويه ان هم يتعاونوا معانا عشان موضوع التباعد بس مش اكتر من كده، واحنا مجهزين الاماكن بنفس القصه والضوابط تبع البروتوكول اللي جاي لنا الحقيقه، ودي اللي احنا الحقيقه بنركز عليها، وكل الدعم ليهم ان شاء الله النهارده، وكل الدعوات لفريقنا النهارده الحمد لله ان هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرح كلنا بعد الماتش ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورت شاشه قناه الاهلي، وان شاء الله اليوم يعني يمر بسلام ان شاء الله، وتكون مباراه ان شاء الله موفقه، وطبعا ينتصر النادي الاهلي. عوده الى الاستوديو مره اخرى، بشكركم شكرا جزيلا، ويمكن ده كان لقائنا مع الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، لنرصد يعني اهم التحضيرات وتطبيق الاجراءات الاحترازيه داخل المقر هنا لاستقبال الاعضاء. اول مباراه قمه في الدوري، يمكن ليست هي الاولى في الدوري، ولكن اول مباراه قمه كمان بين الأهلي والزمالك بعد توقف 5 أشهر منذ مارس، ويمكن استئناف الدوري حاجة مهمة جدا، والتحضيرات كمان داخل مقر النادي مهمة جدا. بشكركم جدا مستمرين معاكم على مدار اليوم، عودة إلى الاستوديو مرة أخرى. شكرا مريم. باشمهندس أنت قبل ما نروح للمقر في الجزيرة كان ليك تعليق على الدكتور مبروك عطية والتفسير الديني لموضوع السحر. طبعا، بس أنا قبل ما أروح عايز اقول للناس اهميه الكلام ده، ان دي دعوه للسادة الاعضاء، اقبلوا على ناديكم، الاجراءات كلها يعني يتم اتخاذها، وتعاونكم هيخلي اليوم ده رائع باذن الله. الشيخ عطيه مبروك ركز، مبروك عطيه، مبروك عطيه، اه مبروك، وهو عطيه مبروك برضه، وهو مبروك عطيه مبروك. ايوه، هو ركز على تفسير جميل جدا وبسيط جدا يا اخوانا، اللي جاء في سورة البقرة مرهون بالزمان، كان في هذا الزمن سليمان له ملك، سليمان ملك سليمان، كان السحر له وضع خاص في هذا الزمن، وقال حددها في موقف يفرق بين المرء وزوجه، ولكن بإذن الله ربطها بالمشيئة، وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. دي حاجة. الحاجة الثانية موسى، برضو فرعون كان من المقتنعين جدا بالسحر، والسحرة في الظرف والزمان كانوا لهم سطوة ولهم كلمة، فخيل كلمة خيل يعني ما هوش سحر عينيهم، لكن هو بيسحرك انت بقناعتك. ايوه، انت مقتنع لدرجة انك ممكن جدا لما واحد يرمي قدامك حبل لانك عارف انه ساحر يخيل اليك كده، وفي النهاية هي يعني ولا يفلح الساحر حيث أتى، الساحر حيث أتى، وقد ينقلب السحر على الساحر. لما تشوفوا فيديو الدكتور مبروك عطية ميدو كان بيضحك جامد جدا، لأنه ربما الكلام ده فكره بحاجة نفكره ونفتكر معاه. استدعاني رئيس النادي وإحنا كسبانين 4 ماتشات، رئيس النادي قبل مباراة سموحة ب 72 ساعة أنا وحازم، وقعدنا معاه مع مرتضى منصور في بيته، وطلب منا طلب انا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كره القدم. ايه الطلب ده؟ من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. لا لا لا، دي واحده قلت زي ما بقول لك يا عم. لا قلت تاني، ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الاسبوع الماتش سموحه عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. فبصيت لحازم مش مصدق، انا رئيس نادي الزمالك بيقول لي ما لعبش لعيبه عشان خاطر اعمال، انا الكلام ده سمعت يعني سمعت ان هو بي 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 بيتداول وبيحصل، وان الراجل بيفكر بهذا الشكل، وان هو مؤمن فعلا بان الشيوخ يا مرتضى لو الشيوخ بتكسب في الكوره، وان انت راجل فاكر ان انت الناس كلها بتعمل سحر للفرقه وللناس كلها، فانت بتمنع السحر بتمنع الاذى زي ما انت بتطلع تقول، ده مش موجود في الكوره، لان انت لما بتعمل كده يا عمرو بتخلي اللعيبه تركز في الموضوع ده. انا معمول لي عمل ده، انا مش هجيب الجوانه، انت فاهمني؟ فالموضوع برضو انت طلعت قلت ان ايه، ان ميدو بيقول ان الزمالك كسب بالسحر والشعوذه، ما تتلعبش بالكلام انت وعيالك. انا ما قلتش ان الزمالك كسب بالسحر والشعوذه، انا الوحيد اللي كنت بدافع عن حقوق الزمالك قدام الاهلاويه كلهم لمده 8 9 سنين، اللي كان عندي الشجاعه ان انا اطلع اقول الزمالك كسب بطولاته كلها بعرق ولاده، لكن انت من ادخلت على نادي الزمالك هذا الفكر
وهذا الاعتقاد. طبعا كابتن ميدو خدها من منظور انه ربما يعتقد البعض الله، طب ما انت يعني مؤمن بالسحر اذا تلجأ للسحر، اذا الزمالك بطولاته من السحر. ولكن هو كابتن ميدو بصفته زملكاوي قال لك لا، احنا بطولاتنا ما تفكروش بالطريقه دي، هذا فكر خاص. وانا برضو بقول يا جماعه لو الموضوع بهذه البساطه يبقى دوري الشيوخ اهم من دوري الكره. دور الشيوخ اهم، لكن دور الحكام كمان مهم جدا. تفتكروا طاقم التحكيم اللي هيدير القمة 120 النهاردة قبض كام؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومتواصلين معاكم وهذه التغطيه الشامله للقمه 120 وكاميرا قناه الاهلي في كل مكان الحياه، حتى داخل معسكر نادي الزمالك الشقيق. لكن عايز اقول لكم انه طاقم التحكيم الكرواتي اللي تم استخدامه لهذه المباراه قبض كام؟ قبض كام من اتحاد الكوره؟ حسب لائحه الاتحاد الدولي للحكام لما بيستعان بيهم بره بلادهم، الحكم حكم الصفاره البوكت ماني بتاعه في اليوم 500 دولار، والمساعدين كل واحد 350 دولار. هم جم امبارح يعني اربع ايام حسب ما عرفت اقامتهم في القاهره لغايه المغادره. فبالتالي وفقا للائحه الاتحاد الدولي الطاقم جاي طبعا حتى بحكام الفار، يعني جاي برابطه المعلم، ست افراد. الحكم حكم الصفاره ايفان بيبك هياخد هياخد 500 دولار، يعني 2000 دولار بوكت ماني. اجمالي تكلفه الحكام كلهم قبضوا من اتحاد الكره 9000 دولار، يعني 144000 جنيه لو عايز تغير ب 16، عايز تغير بره ربنا يبارك لك، لكن 144000 جنيه دي تكلفه طاقم التحكيم كمصروف جيب فقط. السته كمصروف جيب فقط، لان انت هتتكلم بعد كده على الاقامه في فندق خمس نجوم، وهتتكلم على تذاكر طيران ايضا من كرواتيا للقاهره. 40000 دولار و 60000 دولار هتلاقي الناس بتحسب تذكره الطياره بكام، حتى ما حسبت تذكره الطياره بكام، يعني الفندق الاقامه بكام، كله كويس. كل ده مش هيعدي 10000 دولار تاني. طاقم التحكيم اللي هيدير المباراه ايفان بيبك، وايفان بيبك عنده وقعتين، واحده حلوه وواحده عليها علامه استفهام كبيره. مباراه ادارته لمباراه الاهلي والزمالك في 2007 كانت الدنيا لسه ماسكه نفسها ومفيش جدل ومفيش مشاكل. الاهلي فاز وقتها بهدف محمد ابو تريكه اللي لو تفتكروا كان رقص حارس الزمالك عبد المنصف بمجرد النظر وسجل. ادار بعد كده الموسم الماضي مباراه الاهلي وبيراميدز وحرم الاهلي من ضربه جزاء صحيحه، واثيرت ضربتين جزاء واثير كلام كتير حول هذه المباراه. نتمنى له التوفيق في اقرار العداله بين الفرقتين النهارده، وتخرج مباراه القمه المصريه لائقه. عندي ملاحظه ونصيحه. انت دلوقتي مراكز انك تجيب الاجانب اللي من الخليج او من السعوديه تحديدا. يعني هو الراجل بيجي لنا من السعوديه يقدر يرجع على السعوديه زي ما حصل قبل كده. فهو راجل شبه مقيم وبيحاكم هناك في الدوري. هي ايه الفكره؟ انه مرتبط في 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 في, في اجواء ما يعتبرش كده. طب ما تجيب حكم بقى من الخليج عربي. هي إذا جبت بالعكس أجنب. انا الحكام العرب وبالذات الامارات بتفرز دايما حكام من التصنيف الاول. انت بتجيب حكام من اوروبا الشرقيه ومن الخليج والسعوديه، وبعدين انت جبت طاقم وطلب منك طاقم مصري يحكم هناك. واضح ان في بروتوكول او حاجه زي كده. احنا يا جماعه عايزين طالما الشفافيه نكملها للاخر. لكن انت الحزبه حسبت فيها الفاوتشر بتاع بورسعيد ولا لا؟ بورسعيد كلام راحوا بورسعيد والله العظيم كلام يا جماعه، شر بليت ما يضحك. لكن حسنا فعل اتحاد الكره انه اعلن الارقام دي وبالشفافيه دي، عشان هو الاتحاد ما اعلنش الحقيقه، لكن هي دي اللائحه الدوليه انه الحكم 500 دولار والمساعد 350 دولار، ده البوكت ماني او مصروف الجيب المنصوص عليه في اللائحه الدوليه. عموما نطمنكم بقى داخل مقر النادي الاهلي. ايه الحاله دلوقتي؟ ابطال الاهلي اخبارهم ايه؟ الاحوال داخل فندق الاقامه. معنا من هناك الزميل كريم احمد
موفد قناة الأهلي إلى معسكر الفريق. كريم صباح الخير. صباح الخير طبعا على اساتذتنا الكبار الباشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. ايه الاخبار عندك في الاجواء؟ الحقيقه طبعا يعني بتكلم على الكواليس والاجواء هنا في فندق الاقامه كالعاده طبعا حاله من التركيز الكبيره جدا لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. نقدر نقول يعني من الاشياء المميزه جدا باشمهندس علي الاستاذ ابراهيم هي فندق الاقامه وحاله الهدوء والسيطره الكبيره جدا اللي بيفرضها الجهاز الفني، لكن الفندق مساعد بشكل كبير جدا لان حاله الهدوء دي بتنعكس بشكل كبير جدا على كل لاعيبه النادي الاهلي. ان التركيز ان شاء الله يكون في 90 دقيقه، 90 دقيقه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. كل الاستعدادات الفنيه خلاص انتهت، الترتيبات كل الامور دي اداها بشكل كبير جدا الجهاز الفني بقياده رينيه فايلر لعيبه النادي الاهلي. لكن عايز اكلمك طبعا على اخر الكواليس هنا والاخبار. اقدر اقول لك طبعا كالعاده لعيبه النادي الاهلي وجبه الفطار طبعا يعني محدد ليها من 8:30 ل 10 صباحا، ثم وجبه الغداء في هذه اللحظات خلاص اقدر اقول لك يمكن خلاص لعيبه النادي الاهلي هتنتقل الى وجبه الغداء. لكن قبل ما اتكلم على وجبه الغداء، الامور الاجراءات الاحترازيه والوقائيه على اعلى مستوى هنا. وعايز اقول لك طبعا النادي الاهلي كل وجبه بيكون في احد المتواجدين طبعا واحد العاملين في النادي الاهلي بيعقم كل المطعم بشكل عام، بيعقم كل الامور الخاصه بيه لعيبه النادي الاهلي، كل الادوات اللي هيستخدمها اللاعبين في الافطار او في الغداء او في ايضا كمان وجبه العشاء. لكن بقول لك هنا يمكن الامور اكثر من رائعه، هدوء تركيز اصرار شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي عقب انتهاء وجبه الفطار. يمكن شفنا بعض اللعيبه، شفنا احمد فتحي، شفنا الشناوي، شفنا وليد سليمان مجمعين بعض كده وقاعدين مع بعض في المطعم. الحديث طبعا كله عن اهميه المباراه وعن التركيز، وده بيدينا ثقه وان احنا شايفين التركيز والاصرار والجديه في عين لعيبه النادي الاهلي. والجلسات المستمره مع اللاعبين دي بتحفز بشكل كبير جدا، والجمهور ما بيسمع ان اللعيبه مركزه امر بيسعد الجماهير بشكل كبير. الجمهور كله منتظر ومتعطش ان هو يشوف لعيبه النادي الاهلي النهارده ان شاء الله باذن الله في قمه تركيز. عايزين نشوف بقى روح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي. اكدنا وقلنا بعيدا عن النقاط والترتيب وكل الامور دي، حسابات خاصه القمه، قمه 120 لها حسابات عن كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وايضا مجلس الاداره والجمهور. لكن بطمنك يا باشمهندس عادلي يا استاذ ابراهيم، الحاله هنا مطمئنه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، المعونيات مرتفعه بشكل كبير جدا. ان شاء الله باذن الله كل الامور دي ان شاء الله تكلل بالنجاح وبالجهد وبالانتصار ان شاء الله في استاد القاهره النهارده الساعه 9 مساء 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي يؤدي فيها بكل قوه، وان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللاعبين في الجهاز الفني مستر ريني فايلر. تشكيله ان شاء الله تكون النهارده على اعلى مستوى. النهارده نشوف بعض التغييرات كده في التمركزات او بعض تمركزات اللعيبه، لكن ان شاء الله يكون تشكيل امثل للجهاز الفني ان شاء الله باذن الله، ويكون النصر من حليفنا باذن الله. كريم، هل في عندك فكره بقيه البرنامج لغايه خروج الفريق من الفندق؟ بالتاكيد طبعا يا استاذ ابراهيم، يعني اقدر اقول لك ان 2:30 هتكون وجبه الغداء، مباشره هتكون يعني المحاضره الفنيه الاخيره زي ما متعودين من مستر ريني فايلر بتكون 7:05، بتستغرق 5 دقائق فقط لغير، ثم سيتوجه 7:10 ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي متوجهه من الفندق القريب جدا من استاد القاهره الى الاستاد اللي هيستقبل هذه المباراه. نقدر نقول ده باقي البرنامج. لكن باكد مره ثانيه وثالثه، الحاله هنا مطمئنه جدا، حاله المعنويات مرتفعه جدا، وان شاء الله باذن الله يعني نفرح النهارده ويكون انتصار وجمهور النادي الاهلي يكون سعيد النهارده ان شاء الله. ان شاء الله مسحه القمه بقى اللي كانت اجريت للفريق قبل دخوله المعسكر ظهرت امبارح انه الكل سليم الحمد لله. بالتاكيد بالتاكيد طبعا، يعني نقدر نقول الحاله والتشديدات الكبيره جدا والحاله الاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي بيفرضها الجهاز الفني والاداره التنفيذيه للنادي الاهلي بالفعل يمكن المسحه طلعت سلبيه الحمد لله. ويمكن كل المساحات انت عارف طبعا يا استاذ ابراهيم الاجراءات دي بتساعد بشكل كبير جدا مع اللعيبه، واللعيبه بتحافظ على نفسها. اهم من الحفاظ داخل الملعب هو خارج الملعب، وده اللي بناكد عليه كل مره لان الشغل الاهم هو خارج الملعب. اللعيبه طبعا بتنتقل الى البيوت ثم بتعود من جديد، لكن حاله الالتزام الكبيره اللي بنشوفها على لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتطمننا في كل المساحات. قبل كمان بنبقى مطمئنين بشكل كبير ان شاء الله بتكون النتائج سلبيه، باكد لك ان شاء الله باذن الله نتيجه سلبيه ان شاء الله، وكل النتائج الفتره القادمه باذن الله المساحات كورونا قبل 48 ساعه من كل مباراه ان شاء الله باذن الله تكون سلبيه. وان شاء الله النهارده ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. يا كريم هنرجع لك تاني لما يكون في جديد. شكرا ليك، شكرا لزميل كريم احمد من مقر اقامه فرقه الاهلي قبل مباراه القمه. اللي لفت نظرك؟ اللي لفت نظري المسحه اللي كل يوم يوم لا تقريبا دي عمليه رزله جدا لان العينه اللي بتتاخد بالذات من الانف بتخش زي ما بيقولوا من للشمخ الجواني يعني يمكن بتوصل ده هي بحد ذاتها بتعدي العينين يعني وده اللي بيخلينا مستوعب الهلع اللي بيبقى على وش اجايه وهم داخلين عليه بالمسحه بيبقى مرعوب. ربنا يعافينا جميعا. لكن الاجراءات الاحترازيه واضح مشدده، يعني حتى بنشوف اجراءات التعقيم
في الفندق او في المطعم قبل ما اللعيبه تنزل للفطار او للغدا. الكلام على الكلام ده تعميق الثقافه لدى المتلقي بقى انه ما يشوف ايه اللي بيتعمل عشان الناس تروح تاكل في مطعم ما ما ما, ما يقبلش اقل من هكذا عناية في اي مطعم عام في المطاعم العامه في الانديه في اي حته ده حقه حق المواطن وحق المواطن الاخر على المواطن ان الناس تلتزم بكل بالكمامه بالكحول بالكلام ده علشان ربنا يعديه على خير الدنيا بتهدى يا رب نعديه على خير ان شاء الله تعدي على خير. بس على ذكر التحكيم والتحكيم دايما وابدا يا جماعه عامل مهم جدا في مباراه القمه اكم من مباريات كتيره جدا اثير جدل عليها وحصل انسحابات كمان كلنا فاكرين وقائع كتيره حصلت فيها انسحابات من قبل فريق نادي الزمالك الشقيق اعتراضا على قرار للحكم او موقف للحكم. كابتن حازم امام وحازم امام لما يقول راي لازم يصغى اليه ويناقش لانه حازم امام مش اي حد حازم امام الكبير كان له راي قال الزمالك نادي القرن الحقيقي وده حقه ان هو يشوف كده حقه حتى وان كانت الحقيقه المعتمده الموثقه الصادره عن الاتحاد الافريقي بدون غير كده استاذ ابراهيم لكن هو حقه يقول كده لكن بيقول لك والحكام كانوا بيظلمونا كتير امام الاهلي هي ديت النقطه على ذكر مباراه اليوم اللي نقف عندها هل الحكام ولا الحكام القمه باستمرار او في الغالب حكام اجانب فمش معقوله كل جنسيات الدول الاهلاويه لكن لو هنقول مجرد ارقام اخر 15 سنه يا كابتن اتلعبت 41 مباراه 41 مباراة قمة كلها بحكام أجانب دوري وكاس وسوبر محلي ودوري أبطال أفريقيا بالطبع الأهلي في 41 مباراة فاز 24 مرة الزمالك فاز 5 مباريات 5 من 41 وتعادلوا 12 يعني 24 فوز للأهلي وخمس مرات فوز للزمالك بواقع تقريباً يعني حوالي 5 اضعاف بالظبط هو هتلاقي منهم مباريات بيكون الاهلي حسم الدوري وبيلعب يعني بلا هدف يعني او بالذات لما يكون حكم اجنبي طيب لو اخترنا بعض العينات لمواقف اتظلم فيها الاهلي ظلم بين من قبل التحكيم ومش راينا ومش هنستخدم راينا حكم المباراه التشيكي في 2016 مباراه السوبر الاهلي والزمالك يطلع الحكم التشيكي نفسه بافل كارولوفيتش عشان يعتذر للاهلي انه كان له ضربه جزاء هو ما حسبهاش لو كان حسبها كان في لقب ما راحش للزمالك راح للاهلي بس احنا ما اعترضناش لانه كمان الحكم نفسه هو اللي اعترف There was the contact, but for us wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. طيب واضح جدا الراجل بيقول لك كان له ضربه جزاء واضحه جدا. بيقول لك انا وقتها تصورت ان صدام لكن لما بعد كده شاف قال ضربه جزاء 100% اهو لك في فار دي مش بطوله؟ اهي بطوله. وحاجات ثانيه ضاعت يعني بيتكلموا عن الفار بعد الفاصل اهلا بكم من جديد ومستمرين معاكم في هذه التغطيه الشامله للقاء القمه 120 وان شاء الله بفرحه اهلاويه ومباراه تخرج تليق بقمه الكره المصريه والناس كلها تستمتع بيها. كنا بنتكلم قبل الفاصل على التحكيم في مباريات القمة وشفنا قد ايه الحكم التشيكي بيعتذر عن عدم احتساب ضربة جزاء واضحة جدا للأهلي في سوبر 2016 مش بس التشيكي ده حتى اليوناني حكم يوناني جه يدير يا باشمهندس في مباراة 88-89 ماتش الأهلي والزمالك هدف عمرو أنور هنفكركم بيه لأن احنا لسه زايعينه قريب محدش يا كابتن حازم يقدر يقول لغاية دلوقتي الجون ده اتلغى ليه عمرو قطع قبل الحارس جه وخد واستلم ورقص وحطها لا هو اوفسايد طبعا خالص لا الكره تجاوزت خط المرمى خالص لكن اتلغى والاهلي ما عملش مناحه ومحدش اعترض ومحدش اتكلم زي بالظبط حتى لو هنتكلم على التحكيم المصري الكابتن محمود عثمان عليه رحمه الله
كابتن محمود عثمان بيحكم اهل وزمالك بقى موسم 83 84، الهدف الشهير جدا لربيع ياسين، وبيتلغي بغرابه جديده جدا. وتفتكر بس يا ولد ايوه ده جون بس يا ولد. كابتن ربيع قال لك كل ما اسال الكابتن محمود عثمان الله يرحمه انت لغيت الجون ده ليه، يقول له بس يا ولد. ما عندوش تفسير، لغايه لما مات ما كانش عنده تفسير ان الجون ده اتلغى واهدى الدوري. احنا الاجوان ازاي فرق الاجوان اللي اتلغت دي ببطولات، جون ربيع ياسين كان يدينا بطوله. يعني دي برضو من الحاجات الغريبه جدا، لكن باستمرار وابدا التحكيم عامل مهم، اخطائه وارده جدا، حكم اجنبي، لقاءات القمه كلها في الغالب الاعم حكم اجنبي، فالاخطاء هنتقبلها. دلوقتي في فار، فنسب الخطا او نسبه الخطا البشري محدوده شويه، وان كان المباراه الاخيره شفنا حتى الفار بيتجاهل امور واضحه شويه. يا استاذ ابراهيم اللي بيدير الفار بشر. استاذ ابراهيم بس النبي. في فرصه مراجعه والله وشوف. العظيم انا مقتنع بالفار ده، لانه برضه هتلاقيها الدنيا ماشيه كده. اللي ناوي يعمل ضميره مش محتاج فار، واللي ناوي يعمل فكره ياثر. ودي مباراه مدربين، شفنا مانويل جوزيه ادار لقاءات القمه في تفوق كاسح جدا، 18 مباراه تقريبا لعبها ضد الزمالك تفوق فيها الا مره في الغالب، او اعتقد 20 مباراه لمانويل جوزيه ضد الزمالك، كان دايما وابدا عنده هذا التفوق. المره دي هو سافر وكان ساب الفرقه وكان خد يلعب بالصف الثاني، كان خد الدوري ولعب بالصف الثاني وريح الناس. كان عنده هذا التفوق واعاد للجماهير هيديكوتي واحد من المدربين الاجانب الافزاز اللي كان ليهم بصمه واضحه جدا في لقاءات القمه، واعتقد محدش يقدر ينسى اهلي وزمالك موسم 78 مباراه كاس مصر الشهيره. الزمالك كان خد الدوري بهدف اعتباري وكان يامل ان هو يضيف الكاس للدوري، متقدم وباقي اقل من ربع ساعه، هيديكوتي يتدخل يعمل تغيير يقلب الموازين يكسب الاهلي 4-2، والمفارقه انه كان احد ابرز نجوم الاهلي في مباراه 78 الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي. تذكر الكابتن الخطيب مباراه 78، نشوف كان عايشها ازاي. ده نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك سنه 78، والمباراه دي كانت مباراه مهمه جدا، وانا كنت مصاب وكنت احتياطي، والاهلي كان خسران 2-1، ونزلت انا وطاهر الشيخ في اخر ثلث ساعه، والحمد لله ده هدف التعادل 2-2، والهدف ده من الاهداف الجميله جدا اللي حولت نتيجه المباراه بعد كده ل 4-2 لصالح النادي الاهلي وحصوله على كاس مصر. والهدف حتى لو لاحظناه هتلاقيه كل اللعيبه اللي بصوا هنا كلهم شاركوا في معظم اللعيبه لمسه واحده بس، ماهر همام، مصطفى يونس، طاهر الشيخ، مصطفى عبده، طاهر الشيخ لمسها لنفسه لمسه والثانيه ليا برضو انا في المكان دوت من لمسه واحده، كان الهدف الثاني للنادي الاهلي، والحمد لله اعتقد من الاهداف الحلوه قوي والحصول على كاس مصر 78. الماتش ده من اغرب الماتشات، انا كنت عضو مجلس اداره. وكنا راح مننا الدوري بهدف اعتباري. يا جماعه هدف اعتباري يعني ايه؟ انسحب فريق او اعتبر منسحبا وهو كان كسبان المحله. يعني فاعتبر انه خسر 2-0. 2-0 بفارق هدف اعتباري غير مسجل فاز الزمالك ببطوله الدوري. فاصبح عندنا الكاس للتعويض. كان طاهر الشيخ واخد اجازه من مصر هيديكوتي، وكان الكابتن الخطيب مش برضه في كامل فورمته او كان عنده اصابه خفيفه، فلم يبدا مستر هيديكوتي بالاثنين دول. كانوا جنبه قال لهم تعالوا اقعدوا جنبي اذا احتجت لكم. واحتاج لهم. مستر هيديكوتي عمل تغييره تكتيكيه لاول مره كان العالم يمكن العالم في مصر، لكن اعتقد على مستوى العالم حد شافه، انه يشيل باك وينزل فيرود. فيعمل كثافه هجوميه. فشال حازم خالد اعتقد نزل حازم خالد. حازم خالد وبعدين نزل الكابتن الخطيب ونزل طاهر الشيخ. فتبص تلاقي الخطيب يجيب جون صناعه طاهر الشيخ، وطاهر الشيخ يجيب جون، الصوره الرباعيه الشهيره جدا في اخر ربع ساعه. وجمال عبد الحميد وطاهر الشيخ وجمال عبد الحميد من ابدع ما يمكن، ومصطفى عبده لا مصطفى اربع اهداف لا مصطفى عبده ادي الصوره اهي، ده الكاس كاس مصر ده في الجول الاولاني. انما هو صنع
الجون بتاع التعادل لعبها بكعبه لطاهر الشيخ وعملها بالعرض جون. هي القمة 120 اللي نأمل إن شاء الله تكون فيها الروح الرياضية ونشوف صورة حسن شحاتة والخطيب زي ما تعودتوا دايما وأبدا، كانوا بيحيوا الجماهير وكانوا بيحسوا الجماهير على المزيد من الروح الرياضية. نريدها قمة في مستوى الحدث يا رب، نشوف أيضا أستاذ إبراهيم خالية من كل توتر. نتمنى بعد المباراة تكون قمة لا فيها لا تحفيل ولا تأويل، وتخرج ابدا تليق بالكره المصريه. شكرا لحضراتكم، ونسيبكم مع قناه الاهلي تستمتعوا بكل فقراتها وهذه التغطيه الخاصه، وان شاء الله الفرحه للاهلي.